جوجل وين بدي اتروق؟ ربيع بعده نايم، صارت الساعة 7، فينا ناكل شي هيك تنقلع نهار. جود مورنينج شيكاغو داي 4. ربيع بعد ما واعي، مش عم ننام كتير، يعني جت لاك اخر كم يوم، بفهم الموضوع. فانا وعيد بكير سألته لجوجل وين لازم اتروق، لقيت ريفيوز كتير عاليين وقلت بجرب حظي. نهار جديد ببلش. تبليشة حلوة، تبليشة حلوة كتير. أول شيء المحل كتير حلو، اسمه بياتريكس، كتير حلو المحل. هون في مستشفى حدنا، في حكمة كتير عم تتروق اليوم. بتفوتوا جراب اند جو كوفي أو بتفوتوا على الماركت. شو هالماركت هيدا؟ أول مرة بحياتي بشوف هيك شيء. عم نحكي عن سالاد بار أو أوبن بوفيه جراب اند جو، بتحط تاخدوا علبة بتعبوا فيها اللي بدكم إياه. بس شو هالتشويسز، شو هالنظافة، شو هالترتيب، شو هالألوان. أوه ماي جاد أميزينغ. أعطوني أفكار كتير، حسيت إنه بدنا هيك كونسبت. يمكن ناقصوا حمص بابا غنوج محمر او غيره، بس بتطلعوا اوتيلات الفايف ستارز ما عندها تشويسز هالقد حلوين. anyway انا قعدت طلبت شغلتين، افوكادو توست صار لي فتره ما اخذت، اند بيكن تشيدر اند ايج ساندويتش. كوفي اكيد وايل ربيع ويكس اب. هو منه كتير بعيد من الاوتيل، في يتمشى ويجي لعندي. What a discovery. 2500 plus reviews على جوجل مابس، بيستاهل لهلا. هلا بنشوف الاكل. اوبن كيتشن، انا قعدت هيك بزاوية على رواق واحدة حد المطبخ. And it's so exciting. شو طلبت؟ طلبت شيء شكله مثل البرجر، بيشهي، بريوش بون، فيري تندر، شقفتين بيكن، وبقلبه اج وايتس. جين شكله مثل الباتي تبع البرجر، شكله كتير حلو، عليها جبنه ملزق، عليها دايبه، عليها بيوتيفلي دون. شقفتين بيكن من فوق، ارجله تحت. Oh. This is so good. شو هالفكرة العظيمة. البيكن البيض، شو هالفكرة العظيمة. مش بس هيك، رحنا على بوكادو توست، طلعوا شو هالخبزة، ساور دو ثيك، فيري نايس، أفوكادو كريم اون توب. Oh my god. شو هالبهارات؟ شو هالسبايسنس؟ شو هالسيدز على الوجه؟ Oh my god. Super good food. Super extremely enjoyable. Spices. Complexity. Very good start. مشهور كتير كتير. كيف ما أبرم لقي منه، قلت لازم نوقف. ستانز دونتس، سألت شو هن البست سيلرز، في عندكم ستان فيموس اند اوذر بيسكوف. شكله مربع محشي
عم بكب من وين ما كان. لقطه شوي قاسية، انتبهت وخزقته شوي قاسية. Nicely tender on the inside, nice flavor, nice cream. بس قشرته شوي قاسية وشوي بتعلق. هون بيسكوف. ايش شو هاي؟ كيك ستايل. اوه اوكي، ذاتس ا جود دونات بيس. الطعمات طيبين، الفليفرز طيبين، السبايسز طيبين، والعجينة لو حتى شوي قاسية من برا يمكن لأنه مربعة وصعبة، بس طيبة كتير. واو ذاتس ا جود ون. ستانز دونت بروبلي شيكاغوز فيموس، اتس اول اوفر. في منه أكثر ما في دانكن. اي لايك ات. السؤال بيسأل حاله، وين بدنا نضيف ايدي هلا على الطريق؟ اوبس ربيع. Yes. انا صار لي ساعتين ببرم وبحور بهالشوارع وميت جوع. شو عنيكم؟ نسأل جوجل. بدك تاخذنا على محل؟ لا ليش ما نسأل جوجل؟ لحظه كل يوم بتوعدني وكل يوم ما بتعملها. مثل ما وين ليفون؟ ليفان. ليفين بيفتح على 9، بعد في عنا 3 ربع ساعه بنعمل ترويقه قبل ليفين. ليتس جو ليتس جو. مشي قدامي تشوف. جوجل قال لي انه في محل اسمه يوك. يوك بيسكر على 2:30 بعد الظهر، يعني سبيشالايزد ان بريكفاست. صوره حلوين. ليتس يوك ان رول. ترويقة امريكان داينر ستايل، عجقة، موسيقى، المطبخ فل مش عم بيلحق، and then وصلوا صحون. المنيو كتير بشهي، كتير عليه items، and then وصلوا صحون شوية دبشين ما بيمنع، يمكن يكونوا كتير طيبين. مش عم بعرف اذا ببلش بهاي، اذا ببلش بالتشيكن وافل. طلبت تشيكن وافل which I really love، هالسويت and savory item مع بعضه، والميبل سيرب المسخنة on top كتير بحبها. Lemon pancakes and blueberry feels amazing, and the croque monsieur, croque madame actually. Croque madame بيجي مع بيضة على الوجه, very thick square bread. جوا ham. Whoa. دي عشو هيدي يا جماعة، بدها صورة هيك. هيك بنعمل وقفة مع الإعلان، بنصورها بنغنجها وبنرجع لكم. جريلد هام اند تركي كومبايند. This is so comfort food. This is so comfort food. عبالك الدوشة خلصها نط فيها، مش معقول. It's so comforting, so good. Layers البيضة، السويتنس اللي عم تيجي، السكر اللي عم بيجي بقلب الخبزة، كمية الزبدة. It's not for the faint of heart. رح نرجع لها بعد شوي، بس هلأ حانا وقت الجودة. هلأ حانا وقت الجودة بشيء هيك warm maple syrup.
عم بتحسه اللي عم حسه؟ عم بتحسه معي اللي عم حسه؟ نبلش؟ Oh my goodness. Oh my goodness. شو هالدجاجة؟ شو هالسكر اللي بيجي مع الدجاج؟ شو هال شو هالوافل الروعة؟ شو هالعظمة؟ Oh my goodness. سخنة لدرجة انه بدها سكين، بدها نعيشها. يلا. واو شو هالمحل. شو هال طلع ولا نوعية؟ طلع ولا نوعية؟ You can't imagine. ما فيكم تعرفوا شو يعني. ما في. Oh my god. And then. Let's do it. شو هالميبل سيرب؟ شو هالنوعية؟ منه كتير مي. Good quality. Come on. Fluffy. Spongy. Bravo, bravo, bravo. Oh, lemon. Yolk. It's a yolk and roll experience. وصلنا على راندولف ستريت، شارع كتير حلو. بالليل بيكون ناس فوق بعض، انا بحب اجي فيه عليه بالنهار لانه ما في عجقة ابدا، وبنتمشى. الالوان حلوة، الشمس اليوم كتير مسقبتنا حلوة، ريفلكشنز تبع الازاز البنايات على الارض والازرق يمين شمال رائع، تصوير عم بيطلع كتير حلو. بس الاهم لفين بدنا ناكل دبل شوكليت كوكي. تفضل. من بعد ما صورناهم، من بعد ما تحمسنا عليهم، من بعد ما شطت ريلتنا، من بعد ما فتحت قبليتنا، من بعد ما تحركوا كل المشاعر ونقصوا اثنين عم نطلع نحن عليهم وانتم ما عم تفهموا شيء. ربيع تفضل. شو الخطاب؟ تفضل بيستاهلوا. بدي اشوف رياكشن تبعك على وجهك. تفضل. Where do I start from? I'll go for this. اكيد. Yeah. هيدي اللي بتلفت النظر. Double chocolate. Double chocolate. مش معقول. تفضل. It's heavy. تقيلة. Warm. Always warm.
من جوا كأنها كوكي دو. كيف بيعملون عن جد؟ كيف بيعملون؟ كيف كيف كيف؟ ما حدا بالعالم عمل كوكي من بعدهم، ما حدا. You want to dive, eh? Too much. Amazing. I'm really sorry, بس لازم أقولها مثل ما هي. They are truly orgasmic. يعني بعتذر بس توت ما بيطلع غير كلمة. هاي ما فيها بوتر، خفيفة. ايه ايه طلعوا اللمعة. قديش هديك مهمة؟ دبل شوكولات. هيدي The original. هيدي مش هيدي شوكولات وولنوت اند ميلك كوكي. ايه كيف شوف حياتك؟ We were getting goosebumps. فهمت ليه؟ ما؟ من وقت ما تعرفت عليك بفلقك وبتقلي فلقني؟ قلت لك يا ما قلت لي فان لفين لفين. ما قلت لي فلقني ألف مرة؟ no. This is so good. Please The walnut is a nice balance. شو نوعية الشوكولات اللي بيستعملوها وكيف بيقدروا يكون عندهم شوكولات من جوا ما بيجمد؟ This is amazing. بلكي بلا ما تكون فلات على الطرف. هيك المنظر. حدا عم بيشوف؟ اوه. مان. This is the best. مان مش معقول. This is the best. وناخد صورة. Crunchy, fresh, enjoyable sweetness, amazing butter, amazing fattiness, amazing chocolate quality. Amazing balance بقلب التم. Amazing فقعات بقلب التم. And then آخر واحدة رح ندوقها اليوم لأول مرة مع بعض ناقصنا روكي رود. بدي أتصور معك بعد شوي بليز. نحن ناكل الكوكي وحياتك هيك. It looks like marshmallow. It looks like a rocky road. And almonds. تفضل تفضل. Thank you. Thanks for giving me the big rock. Oh my god. This is huge. Man. Man, كيف. Oh. Pick my speed. Oh my god. I think people watching right now are going to say, what's wrong with those two guys? ربيع بدي اعطيك سر. هاي الشغله الوحيده يلي ما بحب دوقها وحده. بحب اوقف حدا حدي تما يطلعوا فيي ويقولوا لي حاجه تبالغ يا انطوني يحرق قديبك شو سئيل. بليز. You're more good. انت شاطر technicalities. ما راح اقول. بس the chocolate is amazing. Amazing. يعني توب واضح عم يستعملوا ingredients متعقد. واو فيها minted marshmallow minted chocolate. تبعت كيف فتحوا أكلت تبعت كيف فتحت marshmallow for the elasticity caramel crust. وشو بدي خبرك؟ شو هاي شو هاي شو هاي هاي بدي كاتش لوفين. You deserve an award of the best cookie in the world. No competition, no questions asked. ماني اكلك شيء ever ever ever. وكل ما قلت حدا عم يعمل كوكي بقول له بليز روح تعلم. Find a way to just توصل حدهم. خلصت يعني هايلايت اوف ذا تريب. صار يرجع لبنان. يلا باي. مش الحال عليك. نحن اخر نهار رجعنا على شيكاغو لما نسافر. لا عندهم بنيويورك بواشنطن ما تخاف. لا بناخذ معنا. ايه Good one. نمال والولاد. ليك فوتني بالحياة. انت معي او ضدي؟ معك. معك ومعن. ما فينا. ما كنا عم نجيب سيرته ل...
هون تروقت بس مش هون بالفرع الثاني ورجعت ثابت هلا قطعت قدامه اسمه بياتريكس اند ماركت. شو هالماركت لك شو هالاختراع شو هالنظافه العلب ستينلس وطلع بالاخر مثل ما كنا عم نقول مبدئيا واحد بيدفع بالوزن هاف باوند 11 دولار ونص يعني تقريبا 600 جرام لا 500 جرام نص كيلو ب 11 دولار وفيك تحطه اللي بدكم اياه. شو هالكونسبت تخيلت بس مثله ماركت اسمه سوق لبناني فيه 100 صحن ميزة الميزة اللبنانية حتى قد ما بدك وكل ياي شو حلوة الفكرة اميزي فوتن ماركت يلي صرنا تاني مرة بنجي عليه بس مش عم نجي بالليل كفاية محل العجقة النهار لايرا كنا هون مبارح قبل مبارح بالحلقة الأولى بيوتيفل ستريت حلوة كتير بالنهار ألوانها حلوين بالليل different vibe different people different everything.
قبل ما نفل خليني اخبركم كيف صرت هون. ما بعرف ميوزيمز اراوند مي وصلت لهون. $40 per person, is it worth it? حلو ضو بتمشوا بالاجواء وبتشوفوا الضو كيف بيلحقكم ان تخلص هالماستر بيس يلي ممنوع تشوفوه اكثر من دقيقه لما تشحطوا لبرا ممنوع تدقوا بشيء. Watch it on YouTube so you don't have to pay $40. شو حسيت؟ لا مش بس حسيت عم بالي اعرف شو شفت. اي في شيء انه ما كثير فهمت بس عم جرب افكر شو عم شو اليوم ربيع is in heaven. يعني بين الكوكيز الصبح ومايكل جوردن هلا خلاص كمل صار وقت تاخذني انا اكون انا in heaven. وين غدا هي simple graffiti لفتت لنا نظرنا. وصلنا لهون الريحه بتاخذ لها اللوجوز تبع شيكاغو بولز اند ستانلي كاب ما بفهم فيهم سوري ستانلي كاب تشامبيونز اللي هي هيدا بالاس جريل seems like an old American diner. ريحة برا رائعة. وقفنا كيف صرنا هون كيف عم نتوفق فيهم هالمحلات بس قاطعين. بسطنا وقفنا 1938 محل مفول تيبيكلي امريكان. الزبونات هون شكلهم كله بيجي كل يوم كل يوم كل يوم. بتحسوا حالكم عايشين بسبورتس بار. على المنيو بلشت على اساس شو بدنا ناخذ ترويقه. كثير مشهورين بالبريكفاست حاطين ويننج بريكفاست ما بعرف شو. اند ذن اكيد البرجر لفت لي نظري مكروني اند تشيز. شو رأيكم بيكون بيف ساندويتش؟ واو كيف عم توفق فيهم المحلات؟ يعني بعد ناقص يطلع حدا يرقص على البار مثل مبارح.
هيك البطاطا مش هاي بلسين صح وكذا محل شكله مش هاي حلوين ميس هون كله مبسوطة كل شيء looks very fatty and American بلسين صح تونة ملت طلعوا شو غني طلعوا كمية التونة اللي جوا والزبدة اللي بالخبزة Oh wow! It's so good. Mm. It's so good. Mac and cheese. مش مانا بسموه تونا ملت. ما بشوف حاطين جبنة يعني برا ما ولا مرة شفها هيك. صح. Mac and cheese. طفولة. Mac and cheese. بس. And then comes a huge burger. لحمة عظيمة كبيرة. طالع انتبهتوا منا ماشت منا ملزق على بعضها. It's not frozen, especially made on daily basis. شبت على المنيو. بس بدها كاتشب. بدها كاتشب. بدها مستر. بدها مستر. The best quality. American style. يا ربيع يا ربيع. قالوا لنا انه الهاش براونز هني signature. شو رأيك؟ كتير طيبين نايسلي دان انا فكرت هاش براون طابور الطيارة هي عم تسافر ايكونومي كتير صح لازم غير واو اوه سمالز جيد واو دات جورميه اميزنج بيف برجر مين بيقول اكسلنت اكسلنت بطاطا تونا مالت برجر هاي أطيب برجر بنكلها اليوم صح بعد ما انبسطنا برجر للسفرة مش اليوم أنا أعملك للسفرة يعني لهلأ بعد هاي أول وحدة بس الخلق الخبزة هيك طرية ونايس 85 سنة مش بالغلط تشيرز تو ذات تشيرز عم نتوفق هاش براونز بطاطا ذكرتني بالبطاطا وقوارمة تبع صاج الضيعة هيك بيعملون صاج الضيعة طيب ما بدي أكلها بسرعة مبسوط فيها بعد ما تهنيت ببوزة طيبة هيل بتفش الخلق جوجل مش هالمره مش جوجل هالمره infatuation which is one of the most famous ranking food related websites اللي بلش بنيويورك من زمان يلي هن عملوا هاشتاج eats eats ف best ice cream in Chicago out of 18 طلع نمبر 1 هذا المحل يلي سقنا 14 دقيقه تنوصل له better be good أول واحدة بانانا بودينج بلاك وولنت جراماز فانيلا جامايكا رم ريزن الموجودين بشهو الأسامي كتير حلوين جراماز في أولد فاشن فانيلا يس عاملين هلا أوف باي وان جت وان سو أول واحدة فور فليفرز and then we choose the next four اوكي فيرست امبريشن على الفوتي الجو حلو الريحه كتير حلوه على فتحه المحل هي كتير كريمه عاملين باي 1 جيف 1 البورشنز كتير كريمين السعر روعه يعني دفعنا 8 دولار بس حق هول الاثنين يلي في شيء نص كيلو بنص كيلو اند ذن لونها حلو لمعتها حلوه الشاربنس تبعها حلوه فلوتي مثل الجينز اوكي ما في لمعه دوبان
بوم شو هالطعمه واو برادتا معهم سبيسيال بحطوهم كلهم بكريتين كله هوم ميد او ماي جاد شو هالطعمه هوم ميد فانيلا واو لا نمبر 1 بجدارة 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 صار كتير زمان ما اكلت فوزة هالقد الفليفر تبعها حرزانين طعمة الموزة البيكان الفانيلا مش عم بقدر اوقف كأنه واحد عم بياكل كباية حليب وكورن فليكس فريش It's so amazing Next ما بعرف شو عنا هون blue something and tastes good tastes very good actually chocolate صار لي كتير زمان ما أكلت بوزة بهال texture American ice cream أبدا كتير 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 بعيدة عن Baskin Robbins كتير بعيدة عن Häagen-Dazs خفيفة بس full of flavor منا دلعة منا تقيلة ما بتمغط ما بتلزق ما فيها سكر كتير أبدا عكس المشو مبين very low on sugar like strawberry very 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 recommended شو عنا تحت كيف بدي أوصل لتحت ما بعرف كيف بدي أوصل لتحت في شيء بعد كتير جوا تحت حلو very 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 recommended very recommended Next one, Museum of Science and Industry. حلوين كتير صوره. حلوين الاشياء اللي بتشوفوها هون. فقلت طالما اخر نهار بشيكاغو وفلين وبكرة الصور عم تكون بديربورن. رح رح حالي ونعمله زيارة. ربيع ما كتير عباله لانه كان فضل انه نكون عم نلعب بشي محل. بس انه معلش. جوكين. متسقف متعلق صوب. جوكين. بعدنا واصلين بعدنا بنص طابق وبقلكن worth it worth it worth it
وصلوا على شيكاغو and this is a must visit all the way من الولاد الصغار لعمر الكتير كبير. وبعدنا بالأول مش معقول الحياة كيف بتعيش الزراعة طلعوا على القمر وبعدنا بالأول الأساس بالطابة الفوقانية. شو هالمتحف العظيم، شو هالمتحف العظيم، ومش غلط يكون فيها هالقد ولاد لانه علم، علم للطبيعه للعالم للحياه للانسانيه. شو هالمتحف العظيم، غريب ما حدا خبرنا عنه قبل، سوبر ريكومندد، يعني لازم تزوروه قبل ما تزوروا حيلا شيء ثاني ان كان سياحه او اكل بشيكاغو.
انا برجع اكيد 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 برجع لانه بده وقت اكثر. برجع ان شاء الله شي نهار مع اولادي ونحن تعلمنا كيف الاولاد. شغله انا وياك عم نحكي فيها فوق واتس انتريستينج شغلتين. الشغله الاساسيه انه الاهل ار انجيجينج وذ ذا كيدز تو كم ليرن توجذر. يعني البي ما جاي مقاصص او الام جاي مقاصصين, عم يحكوا ساينس بيرث تكنولوجي ديسكفريز, عم بيتعلموا مع الاولاد والبي والام دير مبسوطين عم بينبسطوا. سو مش قصاص فلان هيك بتحس فوق everyone is happy. It's a weekday, الناس عم تجي مليان من كل الاعمار. وشغلة تانية حبيت انه لانه بيدرسوا history بالمدرسة they are relating. سو بس اجي اتفرج على نيل ارمسترونغ they related هيدا اللي بالكتاب سو فهموا. فبتمنى كمان نحن نقدر التاريخ ونقرأ وننبسط مع الاولاد ونجي نتفرج على هيك اشياء كان ببلادنا وكان برا. That's very important. بكل صراحة مكونات عظيمين محضرين غلط, نقصهم شيء, نقصهم حياة, نقصهم نفس, بس مكونات بس تبدو بس. بلش يخلص الوقت وصاروا تقريبا 3 ايام فاتين بالرابع وهيدي اخر وقفة قبل ما نفهم من شيكاغو. FTW Arcade Games, اكل, الوان, اتليست متلين صوروا على السوشيال ميديا وعلى الانترنت كثير حلوين. فقلت يلا ربيع عبيرك تلعب هيت تلعب FTW شيكاغو اركيد جيمز ان غاسترو بوب. هناخد بيرة فشان شيبس ونلعب ونفرجيكم كل شي بشيكاغو قد ما لحنا نعمل باربعة ايام. تقلكم مظبوط وراي صغير ضيق صوت كتير عالي ضجة كتير ولاد عنده بوب قاعدة على العالي مع سبورتس بس ضجة كتير ويترز ما حدا باله بحدا افشو الفاسة. تاني ميلة في روكي سترايك التاني النظر
لاكي سترايك اكيد لعمرنا اكثر الز اشرح اوسع في مطعم الضوء اكثر الصوت اوطى بس بدها واحد يكون جروب كتير كبير فقررنا نفل حد الاوتيل في محل فتلة نظرنا صنع 4 ايام ريفيوز كتير عاليين let's give it a try Here we are, Guinness عن جديد بتشوفوا home owned family owned بتقولوا اوكي باب زغطور طلع اسم الله فيش 500 زلمة قاعد هون تحت الارض 4-5 قوض سكرينز 50 حبة في عندكم بار بالنص والمنيو بشهي فطلبت منيو Irish oriented Guinness again which I love and it's goodbye Chicago night الجبنة صح البطاطا صح ساور كريم صح بلجين كتير صح This is very good Very very good قلنا بلا بصل لك والله قلنا بلا بصل مش حيالله بصلي هيدي اكسترا سايز بينك بصلة برجر كتير مبسط بالفرايز لدرجة خلصنا تقريبا كل الصحن البرجر لوكس نايس بس خبزته شكله شوي قاسي هلا منشوف لودد ميت بيكن لوكس نايس لوكس فيري نايس and taste excellent تيست اكسلنت اللحمة عظيمة الخبزة عظيمة سويتنس بقلبه روعة البيكن كواليتي عظيمة طلعوا اللحمة كيف This is good stuff وبعتقد best for last فبتكون الخبزة هيك روبن ساندوش هالقد هالقد غني هالقد محشي ساور كراوت لحمة loaded It's good food. It really is good food. Homey, non-complicated, simple, good flavors, good food. Good choice. قبل ما نودعكم من شيكاغو ملتقى بكرة الصبح كتير بكير قبل السانرايز تنسوا على ديربون. شكرا لكم بسطة بعد النهار العظيم. نحن كتير انبسطنا بشيكاغو. هيدي التالت مرة بجي لهون. And cheers and good night.